خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مفتی عبد الودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبد الودود کو سبسکرائب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر الذی خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.